خلينا نروح لتصريح وتعليق. تصريحات معانا النهارده من الاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكره اللي اتكلم على صعود منتخب مصر لكاس الامم الافريقيه بالمغرب واللي اكد ان ده المكان الطبيعي للكره المصريه. قال ان مكان كره القدم المصريه الطبيعي بين الكبار بعد تحقيق العلامه الكامله والتأهل لأمم أفريقيا 2025، وقال إن هو أشكر كل اللاعبين اللي قدموا مباراة قوية والروح كانت عالية بينهم بقيادة كابتن حسام حسن، وتوجه ليه كمان بالشكر على قيادة الفراعنة لأمم أفريقيا بدون خسارة حتى الآن. قال إن اتحاد الكرة الحالي بيعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية وكلنا اجتهدنا بقدر الإمكان. دي كانت تصريحات الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد فوز منتخبنا الوطني امبارح على المنتخب الموريتاني والفوز الرابع على التوالي.